لو طلبنا الآن أمام الجمهور الجزائري اللي راح يتابع فينا من داخل الوطن ومن خارج تراب الوطن الجزائري، دموعك غاليين علينا سيدة سعاد، عايشك، ولكن تمسحي المكياج الآن على المباشر. نمسحه. مستعدة؟ مستعدة. يلا مرآت تفضلي. أنا يقولوا لي كده يديري المكياج بتولي الشابة، بالعكس بلا مكياج شابة. يلا تفضلي. ممتاز. بلا تجميل. ممتاز. عايشك. يلا. آخر ولا قبل ذلك رسالتك للناس اللي ظلموك. كلهم ربي. جميع اللي يظلم وحدة سيغتو تكون ولية وحدة ما عندها حتى واحد، عندها غير ربي سبحانه. بينه وبين مولاه. نعم. آخر دمعة سيدة. آخر دمعة عندكم. تركع. هذه آخر دمعة. نعم. تواصلي معنا ولا تنسحبي سيدة سعاد؟ قيل أنسحب. أنسحب. معليش. نقدر. عندك الوقت باش تخمي تنسحبي ولا تقعدي معنا سيدة سعاد؟ أنسحب. عيتي الأسئلة ما عجبوكش؟ لا لا مش ما عجبونيش، مي خلاص دخلت في الصميم. تنسحب. تنسحبي؟ نعم. المخرج يقول سعاد تنسحب، كيفاش نديرو؟ تنسحب ولا تكمل؟ قالك خمي. خممت انسحب. تنسحب. يلا مشاهدينا الكرام، سيدة سعاد بحمد تنسحب من التحدي الوجه للوجه. نشكرك سيدة سعاد بحمد انك كنت حاضرة معنا، سمحي لنا بكيتي.